وزير التموين يؤكد إضافة المواليد لبطاقات التموين أغسطس المقبل. وزارة المالية تصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا اليوم. مصر تبحث مع الأمم المتحدة تفعيل الاتفاق الاستراتيجي للشراكة. مشاهدينا الكرام، لقاء اقتصادي يتجدد من أونلايف، وفي تفاصيله قررت وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا اليوم بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية. وأشار إلى أن الأجور سترتفع الشهر الجاري بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين بحد أدنى 65 جنيها، والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه. اتفق وزيرا المالية والاتصالات على إعداد مشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك. وأشارت وزارة المالية إلى أن المشروع يهدف إلى تسجيل البيانات كافة من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف. واتفق الجانبان على وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين. كما طرح الجانبان أيضا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيه، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها. كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. توقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018. تأتي تلك التوقعات في ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من السنة المالية 2017-2018 التي بلغت نحو 21 مليار و900 مليون دولار. وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال شهر أبريل الماضي نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل لعام 2017. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم بدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين اعتبارا من أول أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر وعلى أقصى تقدير في شهر ديسمبر. وأضاف المصلحي أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد من خلال تسجيل البيانات على موقع الوزارة ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي اهتمام الوزارة بملف العلامات التجارية، وأن هناك تعاونا مع الاتحاد الأوروبي بتمويل قيمته 1 مليون يورو لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثقة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة الوايبو. وقال إن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي تقوم بها الدولة في جهاز تنمية التجارة الداخلية. كما طالب الوزير بضرورة الاستفادة من التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن تطوير ملف العلامات التجارية والاستفادة من التعاون المشترك بالشكل الأفضل لتيسير الإجراءات لمتلقي الخدمة.
بحث وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع مسؤولي شركة ألستوم الفرنسية الموقف التنفيذي لتحديث نظم الإشارات على خط بني سويف أسيوط، والذي تنفذه شركة ألستوم بطول 250 كيلومتر وتكلفة تبلغ 1,600,000,000 جنيه. وخلال اللقاء استعرض مسؤولو الشركة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال التي يتم تنفيذها، حيث وجه الوزير بتكثيف ساعات العمل نظرا لأهمية المشروع في زيادة عوامل السلامة والأمان، كما وجه بموافاته بتقرير أسبوعي عن معدلات التنفيذ. أيضا طالب عرفات الشركة الفرنسية بتقديم عرض فني ومالي لتحديث خط الجيزة بني سويف وصيانته بطول 130 كيلومترا لحين إنهاء عمليات التحديث به، خاصة وأن هذه المسافة تتسم بتقادم نظم الإشارات الخاصة حيث مر على تركيبها نحو 30 عاما. قام وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار ووزير الاتصالات عمرو طلعت بجولة تفقدية لمركز نظم المعلومات والحواسب للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة وإمكانية الاستفادة منها. جاء ذلك عقب اجتماع عقده الوزيران بحضور لجنة من كلتا الوزارتين لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من إمكانيات مركز نظم المعلومات. وعقب الجولة التفقدية عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا لاستعراض أهم نقاط التعاون بين الوزارتين. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب الجولة التفقدية بمركز نظم المعلومات والحواسب، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إنه اطلع على أنشطة المركز وقدراته في مشاريع التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة لتفعيله خلال الفترة المقبلة. أنشطة هذا المركز الواعد وقدراته، استمعت لزملائي من العاملين في هذا المركز، لمست قدرة فائقة على فهم وإدراك مختلف أطياف ومعطيات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وجدت قدرات هائلة يمكن الاستفادة منها في مشاريع التحول الرقمي اللي الحكومة بتطلع بيها في الوقت الحالي. أيضا وجدت قدرات هائلة على بناء كوادر بأعداد كبيرة وفي كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. زي ما ذكرنا سيادة الرئيس أعلن أنه المرحلة الحالية هي مرحلة بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري محوره أساسي هو التدريب والتعليم الجاد. بطبيعة الحال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقف في مقدمة ما يجب أن يتعلموا ويتدرب عليه شبابنا وأولادنا في مختلف مراحل التعليم. من جانبه أكد الدكتور محمد العصار وزير دولة للإنتاج الحربي أن المرحلة الحالية تتسم بالتعاون بين جميع وزارات الدولة بما يعود بالنفع على البلد. إن المرحلة دي تتسم بالتعاون الوثيق بين كل وزارات وجهات الدولة، تعاون مثمر لصالح الجميع، وفي الآخر المصلحة بتعود على البلد. احنا عايزين كلنا ننجز ونسرع في الإنجازات ونحقق قفزات حتى نلحق بقصص النجاح اللي شغالة حاليا في البلد دلوقتي، والكلام ده مش هيتم فعلا إلا بالتعاون الكامل بين كل الجهات. ففعلا أنا بأثني على التعاون بيننا وبين وزارة الاتصالات، مش بس في البرامج إنما في الروح. إحنا يعني لمسنا من اجتماع النهاردة الروح عند سيادة الوزير وعند كل السادة المسؤولين الحاضرين معانا ومشرفينا من وزارة الاتصالات، وإحنا كمان عندنا روح وعندنا إرادة، وإن شاء الله هنعمل حاجة كويسة لبلدنا بإذن الله. إلى موضوع آخر، حيث قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الاهتمام بالشباب يعد موضوعا ذا أهمية قصوى حاليا، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في الدول النامية
أعلى من النسبة في الدول المتقدمة، مما يجبر الدول النامية على ضرورة خلق مزيد من فرص العمل اللائق لشبابها، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بورشة العمل المنعقدة على هامش مؤتمر مجموعة 77 والصين لعرض قصص نجاح عدد من النماذج المشرفة من الشباب المشاركين. قامت مصر بتنظيم هذا المؤتمر بصفتها رئيسة المجموعة حاليا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب، حيث ناقشت وزيرة التخطيط المصرية خلال الورشة ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم، كما تطرق الحوار إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر. نشرت وزارة التخطيط انفوجراف يوضح المزيد حول المراجعة الطوعية الوطنية لعام 2018 لمتابعة تنفيذ رؤية 2030. إلى البورصة، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو جماعي بنهاية التعاملات لجلسة اليوم. هبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.5%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.6% أو 0.6%، وخسر مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة أيضا 1.27%. مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية دائما معنا من هناك ليطلعنا على تفاصيل هذه الجلسة التي تلونت باللون الأحمر ويعني خسائر للمؤشرات بأرقام كبيرة. إليك تفاصيل مينا، تفضل. نعم، ولاء، استمرار رحلة التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي بفعل الضغوط البيعية بالأمس من جانب المتعاملين الأجانب واليوم من جانب المتعاملين الأجانب أيضا والعرب والمؤسسات. رأينا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي والأحد الماضي أيضا أن هناك حالة من التركب كانت تسيطر على أداء المتعاملين. رأينا تراجع كبير في مستوى السيولة بفعل هذه الحالة من التركب، وسيطرت الاتجاه العرضي المائل للهبوط طفيفا على أداء مؤشرات البورصة المصرية. ولكن منذ تعاملات الأمس واليوم رأينا سيطرة اللون الأحمر بقوة على أداء مؤشرات البورصة المصرية، ورأينا حالة من التراجعات الحادة بفعل غياب المحفزات وكثافة العمليات البيعية اليوم من قبل المتعاملين العرب والأجانب والمؤسسات، وتراجع معظم الأسهم القيادية إلى المنطقة الحمراء، مما انعكس على أداء مؤشرات البورصة المصرية ليتراجع المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 بختام التعاملات بنسبة بلغت 1.50%، وليصل المؤشر إلى مستوى 15420 نقطة عند الإغلاق. المؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر إي جي إكس 70 تراجع أيضا بنسبة بلغت 1.6%، ليصل المؤشر إلى مستوى 754 نقطة بفعل الضغوط البيعية من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بنسبة بلغت 1.27%، وليصل المؤشر بنهاية التعاملات إلى مستوى 1932 نقطة عند الإغلاق. أما بالنسبة لفئات وجنسيات المتعاملين اليوم، فالبداية كالمعتاد مع المتعاملين المصريين. نسبة الاستحواذ اليوم وصلت إلى 63.58% من إجمالي التعاملات، وبصافي شراء تجاوز 63 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين العرب، فنسبة الاستحواذ اليوم وصلت إلى 4.98%، ولكن بصافي بيع تجاوز 13 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين الأجانب، فنسبة الاستحواذ اليوم وصلت إلى 31.43%، وبصافي بيع أيضا تجاوز 50 مليون جنيه. أما بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات اليوم، فنسبة استحواذ الأفراد وصلت إلى 47.1%، وقد سيطرت العمليات الشرائية على أداء الأفراد في مقابل
سيطرة العمليات البيعية على أداء المؤسسات اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 52.98%. ومن أداء الأفراد وجنسيات المتعاملين إلى أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فالبداية مع الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم الصناعات الغذائية العربية بنسبة 5.30% صعودا، مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المرتبة الثانية بنسبة 2.83%، وفي المرتبة الثالثة إعمار مصر للتنمية بنسبة صعود وصلت إلى 2.67%. المصرية لخدمات النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 2.35%. وفي المرتبة الخامسة الأسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 2.26%. أما بالنسبة للقائمة الثانية والخاصة بالأسهم الأكثر تراجعا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم حق الارتتاب لشركة النصر للملابس بنسبة 28.30%، مصر للفنادق في المرتبة الثانية بنسبة 9.98%، بنك قطر الوطنية الأهلية في المرتبة الثالثة بنسبة 8.2%، وجاء في المرتبة الرابعة سهم الشروق الحديثة للطباعة بنسبة 7.21%، العامة لاستصلاح الأراضي في المرتبة الخامسة بنسبة 6.6%. أما بالنسبة لأداء القطاعات، فاللون الأحمر انتقل من أداء مؤشرات البورصة المصرية إلى أداء القطاعات. معظم القطاعات مستقرة داخل المنطقة الحمراء تأثرا بالأداء السلبي العام لمؤشرات البورصة المصرية، ولكن بالنسبة لأنشط القطاعات اليوم وبختام التعاملات من حيث قيم التداول، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات بقيم تداول وصلت إلى 205 ملايين جنيه، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع البنوك بقيم تداول تجاوزت 138 مليون جنيه، تلاه بعد ذلك قطاع الخدمات المالية بقيم تداول وصلت إلى 77 مليون جنيه، قطاع الاتصالات بقيم تداول 76 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة قطاع المنتجات منزلية وشخصية بقيم تداول وصلت إلى 70 مليون جنيه، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات في المرتبة السادسة بقيم تداول 34 مليون جنيه، وفي المرتبة السابعة قطاع الأغذية ومشروبات بقيم تداول تجاوزت 30 مليون جنيه. أما بالنسبة لمستوى السيولة اليوم، فبختام تعاملات اليوم وصلت إلى 791 مليون و895 ألف جنيه، وذلك من خلال التداول على 120 مليون و482 ألف سهم، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 20 ألف عملية. أخيرا بالنسبة لرأس مال البورصة السوقية، فبفعل هذه التراجعات الجماعية والحادة لمؤشرات البورصة المصرية منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق، فقد منيت الأسهم اليوم بخسائر وصلت إلى 11 مليار و688 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقي إلى 866 مليار و578 مليون جنيه. أشكرك دائما مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية على كل هذه التفاصيل والأخبار، شكرا لك. ودائما إلى أسواق المال العربية والتي شهدت هبوطا شبه جماعيا لأداء مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم. النشرة لازالت مستمرة ولكن بعد الفاصل لنتابع. غدا بدء التسجيل الإلكتروني لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. مصر تعلن بدء إنتاج البئر 15 بحقل النورس للغاز الطبيعي.
أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الإسكان عن الموقف التنفيذي لمشروع سكن مصر في 13 مدينة جديدة. وقال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك معدلات تنفيذ متقدمة لخمسين ألف وحدة بالمشروع، بجانب 2736 وحدة بمرحلة البت الفني بمدينة الشروق، و 1752 وحدة بمراحل الطرح بمدينة دمياط الجديدة. كما تم تخطيط 1360 بمدينة العبور الجديدة. وأشار إلى أنه تم اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة، ويجرى تخطيط 10,000 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة. وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و 7,920 وحدة بمدينة العالمين الجديدة أيضا. يبدأ غدا تسجيل البيانات بالموقع الإلكتروني لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110 إلى 180 مترا مربعا وبتشطيبات فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى نهاية يوليو الجاري. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إن التسجيل ولأول مرة سيتم دون إجراء قرعة، وذلك في إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالي، مضيفا أنه من حق كل راغب في الحجز اختيار الوحدة التي يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني البادي أمامكم طبعا أسفل الشاشة www.hdb-reservation.com وبدون كلمة مرور. للمزيد حول حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا طبعا لأول مرة، معي عبر الهاتف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية. أهلا بك مهندس خالد لهذه الساعة الاقتصادية. بداية عرفنا أكثر عن هذه الوحدات، يعني هي ماذا بتصنف وما هي مواصفاتها أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي حضرتك وحدات اللي هي كنا سمينا الحي السكني الأول في العاصمة الإدارية، وكانت وصلت المباني من حوالي سنة وأكثر. الحمد لله حضرتك ده أول طرح الأول، هو الحي كله بيشمل يمكن يقترب من 17,000 وحدة، ولكن إحنا بادئين المرحلة الأولى ب 2000 وحدة. دي وحدات زي ما حضرتك قلتي يعني كاملة التشطيب، مستوى عالي جدا من التشطيبات، هي وحدات تكاد تكون جاهزة، ولكن إحنا فضلنا نقول الاستلام خلال سنة عشان جميع الخدمات تكون متكاملة. النهاردة المدارس تم تخصيصها وتحت الانشاء حاليا، وعندنا بعد كده خدمات اخرى التجاريه والطبيه تحت الانشاء، وبالتالي احنا شغالين في هذا الاتجاه. الوحدات زي ما حضرتك ذكرت من 110 لحد 180، ودي اول مره ان احنا نعمل موضوع التخصيص او يعني البيع عن طريق الموقع الالكتروني. احنا كان لنا تجربه سابقه مع المصريين في الخارج في مشروع بيت الوطن، وحبينا النهارده ان احنا يعني نريح المواطنين بدل المشاكل اللي كانت بتحصل في الارعاض او في التزاحم في فروع البنك، وبالتالي فضلنا ان احنا نطرح هذا الطرح عن طريق الموقع الالكتروني، ويبقى المواطن بيختار الوحده بتاعته زي ما هو عايز. الموقع هنا سؤال هنا سؤال مهندس خالد، انه يعني هل اجراءات او الخطوات ستكون سهله الكترونيا، وهل سيتاح لي رؤيه موقع الوحده التي اخترتها وحتى الوحده من الداخل؟ هل يعني لا اعلم هل يعني ساختار على اي اساس؟ حضرتك انا حكيت لحضرتك الموقع، حضرتك الاختيار هيبقى سهل جدا، لان احنا حتى عاملين فيديو توضيحي. احنا النهارده حضرتك بس، وفي اعتقد في صفحات على كل المواقع الالكترونيه زي الفيسبوك والاخرى حاطين عليها فيديو توضيحي للخطوات بطريقه مبسطه جدا للساده المواطنين، ودي موجوده حاليا مفتوحه هذه الصفحات لحد بكره. المواقع موجوده حضرتك على موقع البنك، المسقط الافقي موجود، في صور موجوده من الواقع للتشطيبات، وزي ما بقول لحضرتك هو بيخش بعد كده المواطن الاول في المرحله الاولى بيسجل،
ويسدد المبلغ الحجز الالكتروني او المبلغ المقدم الحجز، وبعدين بيبقى في مرحله ثانيه اللي هو بيخش بقى حضرتك بيفتح الموقع مره اخرى بعد ما يبعت له نتاكد من التحويلات انها وصلت وما فيش اي مشاكل، بنبعت له زي كلمه السر ويخش يقدر يختار الوحده زي ما هو عايز برقم العماره برقم الشقه بالدور بكل حاجه، وده يبقى اختيار حر بالنسبه له. سعر المتر كم وسعر مبلغ جديه الحجز ايضا كم؟ جديه الحجز حضرتك 100,000 جنيه سعر المتر بيبدا حضرتك ب 11,250 بيبدا وهناك فرص بيبدا يعني لكن مش يبدا حضرتك يعني هو 11,250 ولكن في بعض المواقع او حاجه بتبقى فيها نسبه تميز بتزيد عن هذا الرقم، لكن هو السعر الاساسي 11,250 لكل الوحدات. في عندنا حضرتك النهارده يعني حاولنا برضو بقدر الامكان ان احنا نعمل طرق سداد مختلفه، دي اول مره برضو وزاره الاسكان تعملها. احنا في طرق على 3 سنين و5 سنين و7 سنين، المواطن يقدر ثابت المواطن يقدر يختار اي نموذج من اسلوب السداد يبقى مناسب بالنسبه له. نعم. هنا سؤال يعني بالنسبه لسعر المتر في هذه الوحدات، يعني طب عن ماذا هي بتختلف مثلا عن سعر المتر او الوحدات الموجوده في تجمعات سكانيه اخرى او كومباوندات كما بتسمى باللغه الانجليزيه، يعني لماذا ساختار من هيئه المجتمعات العمرانيه مثلا واترك كومباوند؟ في كذا كذا سبب حضرتك. اولا احنا الاسعار دايما حضرتك زي ما ذكرنا وكل مشروعاتنا السابقه اللي احنا كنا بنقوله دايما، وكانت الناس كانت الاول في بدايه المشروع تتشكك وترجع تتاكد ان احنا اسعارنا دايما بتبقى اقل حوالي 25% على الاقل من السعر المماثل ليها في السوق لهذه النوعيه من الوحدات والنماذج. واعتقد حضرتك المشروعات السابقه زي مشروع دار مصر وسكن مصر نفس الحكايه. احنا بنحاول حضرتك ان احنا بنوسع الشريحه، بنأدي جميع انواع الاسكان، يعني ده بنعمل اسكان الاجتماعي بمنتهى الدعم اللي موجود فيه. لكن هذه وحدات ليس فيها دعم حضرتك، ولكن السعر حضرتك لو قارنتي سعر المتر هنا كوزاره باي مشروع اخر او اي منطقه اخرى في نفس في المنطقه هتلاقي ان السعر عندنا ما يقل عن 20-25%. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني زي ما قلت لحضرتك دي وحدات، ده هيبقى اول حي سكني قابل للسكن، لان زي ما بقول لحضرتك دي وحدات تم الانتهاء من الانشاء بتاعها. يعني المشروعات الاخرى يمكن بيكون لسه قدامها مده زمنيه او المواطن ما شافش الوحده على الطبيعه، احنا النهارده الوحدات دي بقت قائمه، المواطن النهارده يقدر يروح يشوف الوحده، وزي ما بقول لحضرتك هي الوحدات كامله، المرافق واصله، ولكن احنا عشان بس لسه الخدمات في المنطقه احنا بننتهي منها والطرق والحاجات دي كلها قلنا هنسلم خلال عام. لكن الوحدات اعتقد ان احنا قبل الاعلان هتكون جاهزه وبالتالي نخلي المواطنين يجي يستلموا هذه الوحدات. كل دي حضرتك غير انها منطقيه مع الدوله، لان يعني الناس برضو الدوله ما زالت تثق في الدوله، ودي التجربه اللي احنا شفناها في المشروعات الاخرى قبل كده زي دار مصر وعادة تقدم عليها. سناتي على ذكرها حالا، لكن بعد هذا السؤال يمكن ربما سؤالي الاخير عن هذه الجزئيه في العاصمه الاداريه فقط، يعني اريد ان اتاكد انه التقسيط بدون فوائد كما ذكر التقسيط حضرتك والدفع الفوري له خصم خاص ايضا كما نعلم الدفع الفوري ليه خصم حوالي 7%، والتقسيط حضرتك زي ما بقول لحضرتك هو ثلاث اساليب للسداد، 3 سنين 5 سنين 7 سنين، وكل واحده من دول حضرتك ليها قسط ثابت على المدى المده الزمنيه اللي موجوده ليها ومذكوره في الموقع وكل حاجه، بحيث ان كل المواطن زي ما قلت لحضرتك يختار الاسلوب الانسب له وقيمه القسط اللي هي تناسبه. احنا حطيناها حضرتك كلها كامله وعملنا قسط ثابت عشان نسهل على المواطنين ان في كل مده من هذه المدد الرقم يبقى كام. طيب على ذكر سكن مصر ودار مصر ايضا الخبر السابق وحضرتك عركت اليه ايضا في حديثك، طبعا نسب التنفيذ عاليه ولكن نسبه الاقبال هنا كيف تقيم وكيف توصف؟ في وحدات العاصمه الاداريه؟ سكن مصر ودار مصر. دار مصر التجمع الخامس او يعني ليس العاصمه الاداريه فقط. دار مصر حضرتك لما تتذكر حضرتك دار مصر كان التقدم عليه يمكن ضعف عدد الوحدات اللي احنا اللي كانت متاحه عندنا، كنا عملنا جزء زي جزء تكميلي او حاجه. وسكن مصر حضرتك واحنا سكن مصر حاليا فاتحين مرحله جديده، واعتقد الاقبال عليها جيد جدا لغايه دلوقتي في شراء الكورسات والتقدم، ولسه الباب مفتوح لحد الشهر القادم، ولكن المعدلات اللي بتجي لنا كل يوم والارقام يعني يمكن اعتقد قربنا النهارده من حوالي 15-16,000 واحد 15-16,000 واحد حاجزين في مختلف المدن او اشتروا الكراسه زي ما بنقول. وبالتالي حضرتك زي ما بقول لحضرتك يعني المواطنين بقت النهارده الحمد لله قدرنا كوزاره نرجع من مصداقيه الوزاره تماما، مستوى الجوده بتاعت الوحدات وعلى مستوى السعر نفس الحكايه، وبالتالي بنلاقي الاقبال الحمد لله على كل مشروعات الوزاره. يعني لا تاتيكم اي يعني شكاوى من المرافق او جوده التشطيبات؟
لا حضرتك احنا الحمد لله حضرتك يعني زي ما بقول لحضرتك وصلنا لمرحله جدوى، لكن وارد تحصل بعض الشكاوى، لان احنا حضرتك برضه بنتكلم في اعداد كبيره. يعني دار مصر حضرتك تم طرح مرحلتين يقتربوا من 55,000 وحده، فلو حصل في وحده او اثنين شكوى، لكن احنا اللي بيحصل احنا لو حصل، وده ان شاء الله ما بقاش، يعني بنحاول بقدر الامكان ان هو ما يكونش موجود، ان احنا نحافظ على الجوده الموجوده، ولو في اي مواطن ساعه التسليم عنده اي ملحوظه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نصلح كل حاجه ويستلم على اكمل وجه، واحنا بنقول له وانت بتستلم لو في اي ملحوظات لازم يقولها ويكتبها في محضر الاستلام عشان تصلح له، ما يستلمش واحده من غير الجوده اللي هو طالبها. هل سيكون فكره الغاء القرعه والاختيار ربما المباشر سيكون هو المنهج المتبع بعد ذلك على غرار العاصمه الاداريه؟ يعني حضرتك طبعا احنا بنقيم التجربه بعد ما بتخلص ونشوف حضرتك ده هو التوجه لينا. خلي بقى حضرتك، هي بس مش فكره التسجيل الالكتروني، هي فكره اشمل شويه للدوله، لان احنا بنتكلم حضرتك مع المبادره اللي كان طرحها البنك المركزي وهو الشمول المالي، لان احنا الغالبيه النهارده هتبقى عن التعاملات عن طريق البنوك وليس عن يعني البنك كتحويلات مختلفه نسلمها، وهيبقى غير قبل كده كانت الناس كتيره بتيجي بكاش، وكان بيحصل بعض المشاكل والتزاحم اللي كان بيحصل، واحنا كنا بنبقى الناس كانت بتشتكي انها بتتاخر وفي طوابير او حاجه، لكن الطريقه دي هتبقى ميسره جدا. المواطن النهارده في بنوك كتيره حتى بقت النهارده بتتعامل على اونلاين، فممكن يعمل التحويل من اونلاين ويخش بعد كده يحجز الوحده بتاعته، وبالتالي ده نوع من انواع يعني الخدمه اللي بنقديها للمواطنين. ما فيش تعامل مع اي حد، ما فيش شكوى مع العنصر البشري يعني. بالظبط حضرتك، وده اعتقد يعني ده توجه مع الجزئيه اللي قلت حضرتك عليها اللي هي البنك المركزي والشمول المالي. طيب هنا ايضا شيء اريد ان استفسر عنه في العاصمه الاداريه الجديده، وهو انه من حق كل راغب في حجز اختيار الوحده التي يرغب فيها، ولكن التخصيص سيكون باسبقيه الحجز. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هو مش اسبقيه الحجز، بمعنى ان حضرتك زي ما قلت لحضرتك هو الراجل يتقدم الاول بالتسجيل ويدفع يعمل التحويل اللي هو البنكي المقدمه الجديه، وبنفتح الموقع حضرتك في يوم زي ما احنا قلنا يوم 12/8 الساعه 10 الصبح. مطلوب المواطنين في نفس الوقت بيخشوا، كل واحد بيخش يحجز في الساعه 10 يحجز الوحده اللي هو عايزها. يعني هي دي الاسبقيه، هو اسبقيه دخوله على الموقع، والموقع بيبقى مفتوح للناس كلها في وقت واحد، وبالتالي هناك دي فرصه منتهى الشفافيه ان كل واحد يختار الوحده بتاعته في الوقت لو جه حد قبليه سبقه. عشان كده احنا حتى حاولنا نطرح عدد كبير، مش يعني 2050 وحده او 2048 وحده، عدد يعني ليس بسيط، فاللي مش هلاقي مثلا في الدور الثاني هلاقي في الثالث، مش هلاقي العماره دي هلاقي عماره ثانيه، فاعتقد ان كل واحد هيلبي الرغبه اللي هو عايزها يعني. طيب مره اخرى التوقيتات، يعني باكر او في الغد حتى منتصف اغسطس كما ذكرت؟ المراحل حضرتك بالظبط، المرحله الاولى تبتدي من بكره حضرتك اللي هي 18 لحد يوم 31/7. ايوه، في مرحله التسجيل وسائل الدفعه المقدمه. سائل المقدم الحجز، هذه المرحله. بعد يوم 31 بناخد حوالي 10 ايام احنا داخليا في البنك ان هو بيراجع على كل التحويلات ويطمن ان مفيش حد عنده، لو حد عنده من الساده المواطنين عندهم مشاكل في التحويل، حصل عندهم تاخير او اي حاجه، نطمن ان مفيش حاجه، وان شاء الله نعيد فتح الموقع ثاني بارسال يعني خلال هذه الفتره هيكون لكل مواطن راح له كلمه السر بتاعته. يوم 12/8 نفتح الموقع مره اخرى للحجز. طيب ربما من 12 ل 18 بس. طبعا يعني ربنا كرم، طبعا اكيد اول يومين او حاجه زي ما احنا قلنا عشان هي ليها اولويه الحجز بتدخل على الموقع، اعتقد هيبقى في الاول يعني مش هنكمل اكثر من يومين ثلاثه ويكون كله اتحجز ان شاء الله. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. طبعا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه، شكرا لك. بحثت مصر مع الأمم المتحدة تفعيل الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين بقيمة 1,200,000,000 دولار حتى عام 2022 لدعم عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك على هامش مشاركة كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع الذي جمع الوزراء المشاركين بنائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمب دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة للصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.
يسلم صندوق تحيا مصر اليوم 48 سيارة نصف نقل للشباب المستفيدين من برنامج تمكين الشباب من محافظات الأقصر والدقهلية والشرقية والمنوفية وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ ومطروح وبني سويف والمنيا والفيوم. يأتي ذلك استكمالا لمشروعات صندوق تحيا مصر في مجال تمكين وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل والمساهمة في حل أزمة البطالة وتنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف مشروع سيارات النقل والنقل المبرد إلى توفير 1500 فرصة عمل للشباب في 22 محافظة، مشيرا إلى أنه بتسليم هذه الدفعة الجديدة من السيارات يصبح إجمالي ما تم تسليمه للشباب 295 سيارة في 22 محافظة. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الانتهاء من وضع البئر التنموية الجديدة نيدوكو جنوب غرب 3 على خريطة الانتاج بحقل نورس للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل بمعدلات انتاج بلغت نحو 180 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1500 برميل متكثفات يوميا أيضا. وقال الملا إن شركات بترول بلاعيم بتروبل القائمة بالعمليات في حقل نورس نجحت في الانتهاء من أعمال حفر وإكمال البئر التنموية الجديدة وربطها بتسهيلات الانتاج الحالية في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين. بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والدور الذي تقدمه الدولة لتطوير قطاع السياحة مع الأعضاء المرشحين للعمل كملحقين عسكريين ومساعدي ملحق وزوجاتهم، وتطرق الاجتماع إلى ما يمكن أن يقوموا به للمساهمة في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لمصر في الخارج، كما تم استعراض ملفات تطوير السياحة وأسلوب الدعاية والترويج للمنتج السياحي المصري. وأكدت الوزيرة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالقطاع السياحي، وقالت إن الوزارة تضع نصب أعينها الترويج لمصر وبناء صورة ذهنية جاذبة لها في الخارج. وإلى أسعار العملات العربية والأجنبية التي شهدت استقرارا مقابل الجنيه المصري. فاصل قصير نعود من بعده نتابع. جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسواق النفط في المدى القصير نتيجة السياسة الأمريكية. من جديد أهلا بكم. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% خلال العام الحالي 2018 بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%. وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا محدودا في 2017. وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها الصندوق في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام. كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية التي أصدرها صندوق النقد في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.2% في ترجمة فعلية لجدول الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
رفعت واشنطن شكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حق كل من كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتركيا على خلفية إجراءات اتخذتها هذه الأطراف ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الألومنيوم والصلب. وقال الممثل الأمريكي للتجارة إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم مبررة بحسب الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين. في المقابل اعتبر الممثل الأمريكي الإجراءات الضريبية الانتقامية التي اتخذها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة تتعارض مع الالتزامات التي قطعها أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية المنظمة. وقع الاتحاد الأوروبي صفقة تجارية واسعة النطاق مع اليابان تلغي 99% من التعريفات الجمركية على الصادرات، وذلك مع تنامي المخاوف التجارية من جانب الولايات المتحدة. وتعد الاتفاقية التي وقع عليها في طوكيو كبار مسؤولي الاتحاد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكبر اتفاقية يتم التفاوض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وسوف تنشئ منطقة تجارة مفتوحة تضم أكثر من 600 مليون شخص، كما أنها بمثابة رسالة قوية إلى الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة، قال للصحفيين إننا نبعث رسالة واضحة بالتوقيع على الاتفاق بيننا وبين اليابان بأننا نقف ضد الحماية التجارية. أنا فخور بأننا اليوم نرتقي بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد من خلال التوقيع على اتفاقيتين تاريخيتين. إننا نوجه رسالة واضحة بأننا نقف صفا واحدا بوجه الحمائية. كما أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتوقيع الاتحاد الأوروبي واليابان على اتفاق التبادل الحر بين الطرفين، مشددا على ضرورة العمل معا من أجل حماية التجارة العالمية. إن توقيعنا اليوم على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليابان يمثل لحظة تاريخية للتجارة العالمية، حيث توجد اقتصاديات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي وفائدة لصالح 600 مليون مواطن. التعددية تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إننا نظهر أننا أقوى وأفضل موقعا حين نعمل معا، ليس في الحمائية حماية. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي بعد مراسم التوقيع إن هناك مخاوف متزايدة بشأن الحماية التجارية، لكنه يريد أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي العالم عبر رفع راية التجارة الحرة. نحتفل بتوقيع اتفاق تجاري طموح جدا بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم. إنه يوم تاريخي. هناك مخاوف متزايدة بشأن الحماية التجارية، لكنني أريد أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي العالم عبر رفع راية التجارة الحرة. ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 1% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بلغت نسبتها 7% في مايو الماضي أيضا. وأشار المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم إلى أن أسعار المنازل الجديدة ارتفعت بالمدن الرئيسية 70 في الصين 5% تسارعا من زيادة نسبتها 4.7% في مايو الماضي. واستقرت سوق العقارات الصينية تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الماضي مع تشديد صناع السياسات القيود لكبح الفقاعات العقارية والحد من المخاطر الائتمانية. وصلت أسعار النفط اليوم انخفاضها للجلسة الثانية على التوالي وسط انحسار المخاوف من تعطل محتمل لبعض الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا بما يوازي نصف النقطة المئوية ليصل إلى 71 دولارا و52 سنتا للبرميل، ليسجل أقل مستوى منذ 17 من أبريل الماضي. وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا بما يعادل أيضا نصف النقطة المئوية ليصل إلى 67 دولارا و75 سنتا للبرميل. وكان الخام قد تراجع أمس 4.2%،
وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين اليوم إن بكين لا تزال واثقة من تحقيق النمو المستهدف عند حوالي 6.5% هذا العام. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس البنك المركزي الفيدرالي حول نظرته تجاه الاقتصاد أمام الكونغرس اليوم. وزاد الذهب 25% في المعاملات الفورية ليصل إلى 1243 دولارا للأوقية، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس المقبل 0.3% إلى 1243 دولارا للأوقية. ارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية لتصل إلى 15 دولارا و80 سنتا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% ليسجل 822 دولارا و74 للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% مسجلا 919 دولارا للأوقية. يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تقلب أسعار النفط في الأجل القصير نتيجة ضبابية احتمال تعطل بعض الإمدادات، ليجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل. وقال البنك إن تعطل الإنتاج والتغيرات الكبيرة في الإمدادات وتأثرها بالقرارات السياسية الأمريكية المحركان لهذا التقلب الأساسي الجديد. وتوقع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوتشن أن تكون هناك إعفاءات لدول تحتاج المزيد من الوقت لوقف وارداتها النفطية من إيران. وأوضح بنك الاستثمار أن الضبابية بشأن حجم التغيرات في الإمدادات وتوقيتها أدت إلى حالة من عدم الوضوح بشأن توقعات العوامل الأساسية للنفط في الأجل القريب. ارتفعت أيضا العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم بعد إعلان شركة بلاك روك تكوينها فريقا لدراسة تقنية البلوك تشين والعملات الإلكترونية مثل البيتكوين. زادت عملة البيتكوين بنحو 5.3% لتصل إلى 6731 دولارا، حيث تجاوزت مستوى 6000 دولار للمرة الأولى منذ أسبوع. كما ارتفعت عملة الإيثيريوم عند 476 دولارا بنسبة صعود 4.8%، فيما زادت الربل بنحو 6.6% عند 47 سنتا. في النهاية بنذكر بالعناوين. وزير التموين يؤكد إضافة المواليد لبطاقات التموين أغسطس المقبل. وزارة المالية تصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا اليوم. مصر تبحث مع الأمم المتحدة تفعيل الاتفاق الاستراتيجي للشراكة. أشكركم دائما شكرا جزيلا للمتابعة الكريمة، دائما بنلتقي وبيتجدد اللقاء على رأس الثالثة، كونوا على الموعد، إلى الغد.